انا نفسي ابطل اشغل ده ما يشتغلش. كفاية اشغل ده وافكر ده كذا، ده يمكن كذا، ده يمكن ليه بشغل ده. نفسي افهم انا ليه بشغل ده. ده انت عار على الاسلام، وان الام واحده مستهتره. تعالى قابلينا عند نهر الرايه، هناك قتل مريم ورماها في النهر. جه بلاغ بوجود جثه في نهر الرايه، لكن للاسف وليد كان وسخ. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. النهاردة الجريمة بتاعت النهاردة ترند، متصدرة كل شبكات التواصل الاجتماعي. بطلها أو بطلتها الفتاة الجميلة دي، اسمها مريم مجدي. مريم مجدي عندها 27 سنة، من محافظة الدقهلية مركز شربين. بنت مؤدبة جدا، على أخلاق جدا، بنت ناس قوي. للأسف إيه اللي حصل لمريم مجدي؟ مريم مجدي وهي في الكلية حصل إنها تعرفت على شاب أصوله مصرية اسمه وليد أمير، جده مصري لكن الولد عايش في سويسرا، عايش في سويسرا. المهم الولد طبعا كان من النوع اللي هو متدين، متشدد شوية، كلمة متشدد ما يحبهاش، متدين، بس المتدين في غلو في التدين، يعني اللي هو ممكن نقول انه هو متشدد تشدد، مش اسلامنا ده. المهم وليد اتعرف على بنتنا مريم كصالونات، وفيه نوع من التعارف بين الاسرتين لان هو جذوره مصرية. فعلا ارتبط بيها وتجوزوا وألبسها النقاب، وعاشوا هما الاثنين حياة كريمة محترمة، وربنا أكرمهم ببنتين زي الأمارات، البنتين فاطمة 8 سنين وخديجة 6 سنين. حتى الأب كان مختار أسامي كريمة، يعني أسامي سيدة خديجة بسمي بنته خديجة، والبنت الثانية فاطمة 8 سنين و6 سنين. أمهم اللي هي مريم كانت روحها في العيال، ام برضه كانت بتحب ولادها حب عنيف، كانت مسخر حياتها كلها لولادها. منحها جوزها بقى وليد، منحها من الخروج نهائيا، صوت المرأة عورة، ألزمها بالنقاب، غير ان هي عندها سكر وعندها مشكلة في الجيوب الأنفية، والدكاترة قالوا لها النقاب هيسبب لك مشكلة، اخلع النقاب. فلبست الخمار جوزها اتعفرت، ما ينفعش، لازم تلبس النقاب. ممنوع التلفزيون، ممنوع تكلم يا اهلك. طب ده صلة الرحم، صلة الرحم، ممنوع تكلم اهلها ازاي؟ ما تخرجيش من البيت. المهم الحياة كانت بالنسبة لها تكاد تكون مستحيلة، فنزلت على مصر وطلبت الطلاق. جه وليد وراها، عايز اشوف ولادي وعايز اخد ولادي. طبعا في الوقت ده بنتنا مريم حصلت على الجنسية السويسرية لانها متجوزة سويسري، وولادها الاتنين فاطمة وخديجة حصلوا على الجنسية السويسرية لان ابوهم سويسري. الخلافات لما زادت بين الاتنين حصل طلاق. هو عايز الاولاد، عرض عليها مبلغ كبير في مقابل انها تسيب ولادها، بس في ام بتسيب بناتها، في ام بتسيب ولادها، ومرأة مش محتاجة، رفضت تماما ورفعت قضية كسبتها بضم حضانة البنتين فاطمة وخديجة. المحكمة حكمت له، وده حكم محكمة على فكرة، هو ده الحكم بتاعنا، يعني احنا بالنسبة لنا المحكمة بتحكم بكده. فشيء طبيعي كسبت القضية هي بضم البنتين، ضم البنتين ليها. الأب اتجنن،
رفع قضية بالرؤية حقه، لكن للأسف وليد كان وسخ. طبعا البنتين معهم الجنسية السويسرية، ولاده الاثنين فاطمة وخديجة. فالأم طبعا ملتزمة بحكم المحكمة ومش عايزة تبعد العيال عن أبوهم. فجاء أبوهم خد البنتين على حسب أنه هو الرؤية هيشوفه، وهو كان مجهز تذاكر السفر، خدهم وطلع على سويسرا. فضلت مريم مستنية العيال، مفيش. عرفت بعد كده ان جوزها خطف البنتين وطلع على سويسرا. وده اللي بنقول يا جماعة، يحصل طلاق الام يبقى همها كله تحرم العيال من ابوه، والاب ياخد العيال. وقبل كده جبنا احنا الاسانسير، فاكرين الاب اللي قدر بناته الاثنين وطلع بيهم على السعودية، طلع على بنت رماها في الشارع لما زعجت، والبنت التانية طلع بها على السعودية. للأسف احنا ما عندناش ثقافة ان احنا نتطلق، لكن مريم المرة دي كانت بنت محترمة جدا، كانت بتخليه يشوفهم. طب تعمل بقى الام معاها جنسية، راحت مسافرة على سويسرا. تخيلوا من الدقالية شربين سافرت على سويسرا علشان ولادها، ورفعت قضية في المحاكم السويسرية علشان ضم الحضانة ليها. طبعا في سويسرا احنا عارفين يقول لك الرؤية 3 ايام مع الام و 3 ايام مع الاب، واليوم الاولاد يختاروا يقضوا مع ابوهم ولا مع امه. جمعيات كتيرة جدا جوه سويسرا انضمت للام، وفروا لها سكن، والحكومة السويسرية وفرت لها مبلغ للمعيشة في سويسرا، والعيال كانوا مرة 3 ايام مع ابوهم و 3 ايام مع امه. لغاية ما المحكمة كانت في صدد الحكم النهائي لضم الحضانة بقى، وكانت الام واثقه 100% ان القضاء السويسري هيحكم ليها بضم الطفلتين، وخاصه ان جمعيات نسائيه كبيره جدا في سويسرا كانت متضامنه معاها. ده في جمعيات جابت لها محامين كمان، بس ان ليه اعتاب على اخوها وعلى اسرتها. المفروض ما كانتش سافرت لوحديها، كان المفروض حد يسافر معاها بامانه من غير زعل. انا لا اعرف ده، لا اعرف مريم، ولا اعرف وليد جوزها، ولا عمري رحت شربين، بس انا بقول اختي تسافر سويسرا لوحديها، كان لازم حد يسافر معاها، ابوها، عمها، اخوها، اختها. المهم ما تسافش ببلد لوحديها حتى لو كانت عايشه فيها قبل كده. المحكمه هتحكم شيء طبيعي، وخاصه ان جمعيات نسائيه كتيره قوي متضامنه مع مريم، وجابوا لها المحامين وساعدوها، وقلت لكم ان جابوا لها سكن، والحكومه السويسريه كانت بتديها 2000 فرنك في الشهر، والبنت عايشه مستريحه وضامنه ان حكم المحكمه معاها. واحنا عارفين في اوروبا او في الدول دي معروفه جدا انها بتنحاز للمراه، فالحكم كان طالع 100% للزوجه تاخد ولادها. وطبعا كانت اول ما مريم هتاخد فاطمه وتاخد خديجه، خديجه كانت ترجع على مصر على طول. يعمل ايه وليد بقى اللي احنا بنقول مسلم ومتدين ومتشدد وملبسها النقاب ومطلق اللحيه؟ لا خالص، المحكمه طبعا يوم العرض لازم الزوجه تكون موجوده، ده قضيه هي رفعاها. لو ما حضرتش بقى يبقى معنى كده المحكمه تستشف في ايه؟ لو مريم يوم الجلسه ما حضرتش، القاضي يحكم به ان الام غير مسؤولة، وان الام واحدة مستهترة، وان اولادها يوم الجلسة ما حضرتش، يبقى معنى كده مؤشر على ايه؟ ان الزوجة ما تنفعش ان هي تاخد الاولاد والاولاد يروحوا لابوه. فوليد حب يعمل ايه بقى؟ حب ما يخليش مريم تحضر الجلسة، كان كل همه انه طليقته مريم ما تحضرش الجلسة. لو حضرت الجلسة هتكسب القضية وهتاخد العيلين وهتنزل على مصر. والقضاء السويسري قضاء محترم جدا، مفيش بقى هري ولا مجاملات ولا تليفونات ولا ازرح، لا، دي محكمة سويسرية، هتاخد الاولاد هتطلع على مصر ترجع بيهم على طول. فوليد كان عارف ان مريم لو حضرت المحكمة هتحكم لها بالحضانة. فايه اللي حصل؟ عايز يخلي مريم ما تحضرش. راح اتصل بمريم، انت فين يا مريم؟ قالت له احنا معادنا بكره في المحكمه. قال طب عايزين يسوي الموضوع بدل المحكمه، تعالى قابلينا عند نهر الراين، نهر الراين في سويسرا. للاسف هناك قتل مريم ورماها في النهر، قتل طلقته ورماها في النهر. قال لك هنخلص منها والمحكمه مش هتلقاها
ومش هتحضر الجلسة وأهلها مش موجودين ومحدش هيسأل وتاهت في وسط الزحمة، ده في سويسرا لا أهلها عمره ما هيجي سويسرا ولا هيجي هيدوروا عليها فين، وأنا بعد كده أخد العيال وخلصت من الهم بتاعها والمشاكل والقضاء والمحاكم. أخوها هنا طبعا اتصل بالسفارة السويسرية لأن حاملة الجنسية السويسرية، السفارة ابتدت تتصل بالشرطة، المهم قالوا ان هي فعلا كانت ساكنة في شقة الدولة كانت موفرة لها لكن اختفت بقالها 10 أيام. من خلال البحث والتحريات جه بلاغ بوجود جثة في نهر الراين، طلعوا الجثة دي تأكدوا ان هي جثة البنت الجميلة دي أميرة مريم مجدي. تم القبض على الزوج اللي اعترف ان هو قتلها علشان حضنت الاولاد. طب وانت كده متدين؟ انت كده مسلم؟ ادي هو ده الاسلام يا اخي، ده الاسلام يعني، ده انت عار على الاسلام. وليد امير اللي عنده 30 سنة قتل مراته المصرية مريم مجدي علشان يحرمها من رؤية ولادها. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.